احنا مع السيد مارك الدكتور حاليا بصدد الساده المديرين بصدد زياره بعض المؤسسات التربويه للاطلاع ميدانيا على العوده المدرسيه. هو في الواقع بصفه عامه كانت عوده مدرسيه طيبه وطيبه جدا. هي كان تقريبا السنه الاولى السنة اللي تنطلق القيروان في المستوى الابتدائي بدون اي غياب اي معلم وبدون اي نائب. يعني تقريبا كل المعلمين بنسبه 100% هما معلمين منتدبين من طرف وزارة التربية، وهذا هام وهام جدا. نعرف أن القيروان في سنوات التالية كانت تخدم تقريبا بما يفوق 500 نائب، اليوم وصلنا لصفر نائب في انطلاق السنة الدراسية، وهذا يعتبر إن شاء الله إنجاز من طرف وزارة التربية ومن طرف كل الجهات المتدخلة. هذه هي أول حاجة بالنسبة لنا وفرحتنا جدا، كما فرحت جميع المنتسبين للمؤسسة التربوية. المؤسسة اللي احنا فيها اليوم بجانب السيد المدير نحب نشكره هو وجميع مكونات المؤسسة التربوية وجميع مكونات المجتمع المدني. تشوفوا في المدرسة جميلة جدا مدهونة تقريبا كاملة بدون مساعدة المندوبية، نقولها بكل صدق. السيد المدير مشكور، الأخيان اللي حوله مشكورين، دونك تضامنوا وبدينا المؤسسة ترفعت فيها شعارات مكتوبة على الحائط لحث التلميذ على العلم ولحث التلميذ على السلوك السوي. إن شاء الله بطبيعة الحال هي مدرسة كبيرة فيها تقريبا ما يقارب التلميذ معناها، لكن الوزارة مبرمجة بناء مدرسة ثانية لتخفيف الضغط على هذه المدرسة. إن شاء الله بطبيعة الحال النتائج تتبع، وإن شاء الله الظروف تكون متميزة ومتميزة جدا، لأنه غايتنا اليوم على مستوى الوزارة ومستوى الجهة أنه نتائج القيروان تكون في حجم اسم القيروان ولاية المعرفة وولاية العلم. إن شاء الله بطبيعة الحال نرجع للتموقع الصحيح نتاع هذه الولاية. السيد المندوب أعلمني منذ البارحة أنه قام بالمرور أمام مدرسة الباطن وأعجب بما لاحظه من صور ومن عملية دهن وطلاء، فأعجب بذلك وأعلمني أنه سيقوم بزيارة إلى مدرسة رشيد بالباطن للاطلاع على العودة المدرسية التي كانت اليوم في أحسن الظروف وفي أحسن الاستعداد. وكما لاحظتم النظام والالتزام والمسؤولية لدى كل الإطار التربوي، لدى العملة ولدى التلاميذ، لاحظتم الانضباط والجدية والإقبال على العلم. هذه بعد مجهودات كبيرة قمنا بها مع المجتمع المدني الذي أشكره شكرا جزيلا، ولا أذكر الأسماء التي ساهمت في عملية الصيانة وفي عملية المساهمة الفعلية. من ساهم بالجهد، من ساهم بالأموال، من ساهم بالفكر، ومن ساهم بكل شيء، قامت المجتمع المدني بالمساهمة مع تضافر الجهود ومع جهود الإدارة، جهود الإدارة التي بذلتها طيلة العطلة الصيفية التي لم تنم ولم ترتاح ولو يوم لتصبح هذه المدرسة بهذه الشاكلة وبهذه النظافة وهذه الزين. المدرسة هذه نتاع الباطن فيها 1000 تلميذ، عدد النسبة نتاع التلاميذ في 1000، معناتها المدرسة هذه تسمى ثلاثة مدارس من أكبر المدارس في ولاية قروان. ما عادش الانتظار، ما عادش ثم وسائل ترفيه، الأولاد عندهم يقعدوا للشمس، الباب صغير، 1000 تلميذ حتى المدير ما يكونش يدخل، ما يكونش يدخل الشمس، الانتظار وعشاياش. ياسر معناتها الانتظار فيها ياسر ياسر، حتى المدرسة ما كانش تحمل أكثر معاك، المدير عنده الحق، والناس كل تحب تبدل ولادها تو الكل، فرد وقت، ما عادش حتى المعلم ولا المدير ما عادش ينجم يعمل حتى شيء. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.